يا كمال النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء يا كمال النساء. كمال النساء مع محمد السقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قلنا أن سيدتنا فاطمة الزهراء نشأت في ظروف صعبة جدا، الهجوم الشديد الذي تعرض له أبوها، وبالتالي البيت كله معرض للمشاكل، ولكن كان يحميها من أن تتأثر بهذه السلبيات الشديدة أنها كانت محتضنة احتضان كامل من قبل والدها صلى الله عليه وسلم، كانت ترى النور والإيمان وتشعر بالروح، وكانت تصلي كل يوم مع والدها ومع أمها ومع أخواتها، مشتغلين بذكر الله في الإيمانيات في المعاني الراقية في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ذلك كله كان مصدا عظيما لكل السلبيات، كان قوة ودافع كبير لقلب فاطمة الزهراء أن تكون في طريقها إلى الله سبحانه وتعالى. فذكرنا إلى أن حبس النبي صلى الله عليه وسلم وحجز في شعب أبي طالب، وقاطعه المشركون تلك المقاطعة الشديدة حوالي 3 سنوات، وفاطمة الزهراء مع أمها مع جميع بني هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشعب، لا أحد يبيع لهم ولا يشتري ولا يخطب بناتهم ولا يعطيهم، فوصلوا إلى حالة شديدة من الجوع، تخيلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الليل يسمع التضاغي وبكاء الصبيان والأطفال من شدة الجوع. خديجة صارت مريضة، وبنتها فاطمة الزهراء تمرضها، وأم كلثوم ورقية كانت مسافرة، وزينب كانت مع زوجها أبي العاص، وكانت الظروف في شدة الصعوبة والألم، يعني لو تخيلناها كيف. فمرضت أمها وتوفيت أمها وهي أمامها، هذا موقف شديد كما قلنا بالنسبة لبنت في 15 من عمرها أو أقل من 15 من العمر. ثم بعد هذا تتعرض فاطمة الزهراء لمسؤولية كبيرة، مسؤولية البيت، مسؤولية الأب، ولذلك سميت فاطمة الزهراء من الألقاب التي لقبت بها أم أبيها. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها محبة جمة، وكانت تقوم على حاجات والدها، كانت هي التي تخدم أبوها، وكانت ترعى المنزل، وكانت تتابع شؤون أبوها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إليها ويسكن إليها، وكان يتحدث إليها كثير كما سنذكر بعد ذلك في أيام المدينة المنورة. مرت الأيام وتأتي الهجرة، ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وفاطمة في مكة، وأبوها ذهب إلى المدينة. تخيلوا، أمها متوفاة وأبوها يهاجر، وبقيت هي وأختها أم كلثوم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها بعد خديجة سودة بنت زمعة، في البيت في بلد تكرههم، في بلد مضاد لهم، في واقع صعب جدا. وتصبر السيدة فاطمة الزهراء، ثم بعد ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زيد بن حارثة وأحد الصحابة أن يذهبوا إلى مكة وأن يحضروا بناته ويحضروا زوجته سودة، فأخذوهم. وهم خارجين من مكة يأتي رجل من الأشقياء بن هبيرة، فيأتي إليهم فيؤذيهم، ويأتي إلى الجمل الذي عليه البنات فيضرب الجمل، فتسقط البنات من فوق الجمل ويجرحن وكل واحدة تصاب بالجروح والعوار والألم، ويكملن الهجرة في حالة من الخوف، في حالة من الهروب، في حالة من الصعوبة. تخيلوا هذه الظروف كلها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر رجل دم هذا الرجل إلى ابن نقيد أو ابن هبيرة كما جاء في السيرة، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه
بسبب ما أساء لهؤلاء البنات الطاهرات العفيفات بناته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلت الزهراء إلى المدينة المنورة وفرحت وفرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأت أن الله سبحانه وتعالى قد أبدل حبيبه صلى الله عليه وسلم والدها بأصحاب وببلد وباجتماع الناس، وتهيأت له دولته وتهيأت له مكانته، وبدأت ترى البشارات التي كانت تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تلوح في أفق سماء الدنيا وتظهر للناس شيئا فشيئا. فسكنت السيدة فاطمة الزهراء وعاشت بجوار والدها في حجرة من حجره صلى الله عليه وسلم، هي وأختها أم كلثوم. ثم جاء بعد ذلك سيدنا عثمان ومعه زوجته رقية من الحبشة، وجاءوا إلى المدينة المنورة. ثم بعد ذلك جاءت زينب في قصة طويلة، لما كما جاء في سيرة السيدة خديجة كيف لما جاءت زينب بعد غزوة بدر لتفتدي زوجها أبي العاص، وقدمت ذلك العقد الذي أهدته أمها خديجة لها في زواجها، واشترط النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يرد بنته زينب، فاجتمع البيت من جديد. اجتمع البيت من جديد، البيت فيه زينب وفيه رقية وفيه أم كلثوم وفيه فاطمة الزهرة، ورقية كانت طبعا مع زوجها سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه عنهم أجمعين. فاجتمع البيت وعادت السعادة إلى هذا البيت، إلا أنهم يفتقدون أمهم الكريمة خديجة بنت خويلد. فكنا هؤلاء البنات لرسول الله يجتمعنا فيتذاكرنا أخبار خديجة وأخبار البعثة، وسكنت النفوس وتهيأت فاطمة الزهرة لانتقالة جديدة في حياتها، لتكون الزوجة المباركة للزوج المبارك، لتأتي بالذرية المباركة الموعودة. نسأل الله أن ينفعنا بهم وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. في الحلقة القادمة سنتكلم عن زواج فاطمة الزهرة وكيف نستفيد من زواجها عبرة لبناتنا في زمننا هذا. يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع صفاء يا موطن العطاء، يا كمل النساء.